علينا. خلينا نرجع لمواجهة مصر وبلجيكا، وشايف المواجهة دي ازاي، وشايف ان هي مهمة او مش في وقتها، وشايف مين اللي يستفاد اكتر، مصر ولا بلجيكا من هذه المواجهة؟ هي مباراة مكسب للفرقتين، للمنتخب المصري ومنتخب بلجيكا. منتخبنا مكسبه ان هي فرصة لفيتوريا ان هو يتابع اللعيبة وان هو يشوف مستواهم الحقيقي. اتمنى ان فيتوريا ما يتمسكش بالطريقة المعتادة في اللعب اللي هي اثبتت فشلها من وجهة نظري ايام البرتغالي كارلوس كيروش، اللي هي 3 4 3، دي اثبتت فشلها مع المنتخب بشكل كبير جدا. اتمنى ان هو يرجع يلعب بطريقه 4 2 3 1، هي دي اللي بيلعب بيها منتخب مصر كره جماليه، بنشوفه في الناحيه الهجوميه بشكل متميز. فهي فرصه لفيتوريا ان هو يعيد تفكيره الفني في مباراه بلجيكا. طبعا على الرغم ان بلجيكا منتخب بيضم مجموعه من النجوم امثال لوكاكو وكيفن دي بروين وهازارد وغيرهم من اللعيبه الدوليه، فهم لعيبه دوليه بشكل كبير. فهي فرصه للمنتخب ان هو برضه هتساهم المباراه ديت في انها ترفعه في تصنيف الفيفا عن هذا الشهر، يعني يتقدم مراكز للامام في حال تحقيق نتيجه ايجابيه. هي فرصه ايجابيه لبلجيكا برضه لان معاه المنتخب المغربي في المجموعه، ففرصه ان هو شايف ان المنتخب المصري اقرب بشكل كبير من مستوى المنتخب المغربي في مجموعته بكاس العالم. فنتمنى التوفيق للعرب ممثلي الكره العربيه في كاس العالم، منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب السعوديه، منتخب قطر. مستر روي فيتوريا، نبدا من امتى نحكم عليه؟ يعني انا احكم عليه من هذه المباراه ولا استنى؟ رغم ان انت هتواجه منتخب طبعا كبير جدا، منتخب بلجيكا، وبلجيكا كمان من المنتخبات المصنفه الثانيه عالميا، ابدا احكم بقى من يعني انا بحس بصراحه ان المباريات اللي فاتت ما اقدرش احكم فيها، كل الوديات اللي ولا فاتت ولا الوديات، ما فيش اي وديه اقدر انا احكم عليه، انا احكم عليه في المباريات الرسميه. وازاي استفاد طيب من الوديه دي؟ ما انا زي ما بقول لك المباريات الوديه دي فرصه لفيتوريا ان هو يطبق اكتر من طريقه لعب في الملعب، وهو ينتقي الطريقه اللي هو شايفها مثاليه وتناسب لعب المنتخب المصري الفتره اللي جايه. انا شايف يستبعد تماما الفكر البرتغالي اللي بيعتمد على طريقه 3 4 3 دي، يستبعدها تماما، يبتدي يفكر في طريقه تناسب لعب المنتخب المصري. وان كنت شايف ان هو لما يلعب باربعه اثنين مركزي دفاع وجناحين وظاهرين، اسف، ظهير ايمن وظهير ايسر واثنين خط نص، ويلعب بجناح ايمن وجناح ايسر ومهاجم صريح وتحته صانع لعب، هتفرق بشكل كبير جدا مع المنتخب.